عاد من قصائد نصر العامري مثلا. مثلا انا عندي نص النصر العامري هو ناخذ النص هذا. احنا من بعض الشيوخ على خاطر قديمه برشا هذه يقول سميت اسمك يا غفور السيد يا من تعلم بالحال يا رحمن تخفف الذنوب السابقين علي تخلدني في جنة الرضوان وتجعلني بي البشير بابا القية الهاشم الكفار من عدنان نمشي قصيدة نحوها شرعية وكلامها مطبوع بالميزان نصوا عليها سيرة الصوفية ها هو ظهر يا من صغير أوزان سيدي أحمد أبو بكر برقونية الشيخ بن عروس والشيخ بن جردان والمغراوي بعطة نمرية والسيد ينصير يقول في النصان كنت خبل على سيدنا المسدية دبر عليه وسوس الشيطان. هذا يتحدث عن البيت. على صرف بيت. ضاع الزمان من بعض وتخيل. رحنا على وجه مطاط الشام. بدت السلع فاركانها مرمية. ما عاد منه خاطرة مطمان. الزيتون يرجو فيه بالرملية. يعطوا عليه نوار في للبال. تروح أصحابها عبودها مشوية. كيف من كان يبيع في البتران السعر يغلى وسكتة مربية لا يطولوا لا صوف لا كتان ما درجرا في سباك سن سمية بلاد المليحة مزينة الأركان سوق الربع ما عاد لا شدية وماليه كل غالي عليهم هان أهل الجلالة يخدموا الجنية دخلها بسونة كي بهدوان قول تلقين لا في علمية في كل جهة تحاكوا الأرضان. هنا سمعنا سير بالتوضيح يعني النص هو الظاهري يعني مكتوب في عهد السابق باي وهو يصور فيه الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه المتردده تلك الفتره في مدينه صفاقس ونواحاها ويتحدث حتى عن القايد حسونه اللي هو كان قايد صفاقس ويبين كيفاش كانت الوضعيه مع بالضبط تعيسه ثم جن يوصل للنتائج اخر ما سمعنا قولوا القايد يعني كلام يدور قولوا تلقاه لا في علمية، العلمية هي الشرع والتعريف ونبوة عاصفة. عاصفة. قولوا تلقاه لا في علمية في كل جهة تحرك العربان، من شرقها للغرب للقبلية، بدي من غداهم طالب الأختان. قال بين يديكم ناي تحترمية، أنتم عرب وتصنعوا الفرسان، نتعاهدوا في زاوية مبنية، مولاة السر والبرهان، وكل من يخالف قرب تمفرية وإن شاء الله نردوه بالقتلان. قالوا الصادق ما تبقى يتبين. لو نبيعوا الكسب والنسوان فاح الخبر في سوايح المهدية الطرطش وشرب زلاص والقلوان الساحل الكل وتشرط القرعية ولاد سعيد اخطوا في الميزان هذه مسايل ثابتة ومسوية مثالية كان الفيش والنقام الصادق باين عرف لما تهيا ناضي هدي يدور في البلدان قبلوا كلامه دخل خروج منية يا من غداهم حفظ النيران بنو الظهارة شايبة حمية عبث العالم ما بغونا الظامن في زعزة روك بمحل تعترية خماميس جت مكر يا كريان وطمع البوشي زاد الطمعية فلس المدافع في البلاد هان شهرين في فم الفمر مرمية وهكت وخافت كاد هكا عام وشياب بصغايات عثمانية من غيرهم ما يحكموا ظلان في الصف ظهروا الأطراف روسية مع صف الغمة بلا عدان جت عرايا روح مكسية خذوا بخاطر سيف من غضبان والشعب نارا نيرانا غدت مطفية لا يفيد كان الصبر والكتمان الصادق باين قال سلموبية صف العرب ما نعملوا الهشام نرغب نجيب لهم معايا حمية على الشبر هذا ما بقى شمام على بلادنا دارت فلاك السيئة ما عاد تدري فلان من فلدان يجي وقت تحيا الروح في الأهلية يهب تهب البرياح النصر في الأوطان والفرح يملى بلادنا جملية سناجم البدري وتبلى رنان واللي دفع عريان ياخذ مية واللي نزل الدار وعدم يبان هذه سبيكة مكلفة رسمية يتربط عن الله في الخدمان نصر بالحمد بالمعاني هي العامري لذيب يا فرطان سلامي على من جاي يسعى فيا على قدر برد الله في لمزان جميل هو النص يعني كان وثيقة تاريخية بين فترة الانتفاضة ما يسميه الأستاذ المشوش ثورة العربان أو ربيع العربان يعني وقتها الناس اللي تحالفت مع المذاهب والناس اللي
تحالف مع تراجع هذا النص الفعلي وباقي كاين حتى الاسباب اللي علاش بخلاف الاسباب التاريخيه اللي نعرفوها رفع الجبايه وما الى ذلك ثم حتى اسباب اخرى يعني الحاله الاجتماعيه المترديه خلت الناس اللي تحدث هنا حتى اصحاب حقول الزيتون معناها يخدروها مازال الزيتون يرجو فيه بالرمليه يعني يعطوا عليه نوار في للباب يعني يخدروها مازال النوار في البال يسموه في البال كيف ما فرزش وما ليه تروح بودها مشوية في المكان اللي في البتراد يعني والسعر يغلى رغم اللي يغلى السعر يغلى وسكتة مربية سكتة هي الفلوس يعني هو التضخم المالي السعر يغلى وسكتة مربية لا يطولوا لصوف مكتل يعني اللي يوصف الحالة الاجتماعية اللي كانت عليها البلاد هو في جهة الصفاقس وسويحها وكل لكن هي عامة تعطي صورة على البلاد كيف ما حفيده كذلك احمد لبيب العامي هذا مش صاحب القصيده هذه نصر احمد لبيب العامي واللي مات 1875 وهذا حفيده احمد اللي متوفي عام 1941 في نفس السياق تقريبا قبل العامي ممكن تقريبا نفس الوضعيه مش لكن مش فوق المغرب يعني وضعيه اخرى يقول ولو انها هي ربما تكون قاسيه شويه في الوقت هذاك وحتى اللي يسمحها كما يعرف تاريخها يقول على الوقت هذا يقول قلبي خمم ضاع دليله ذهبت عندي كل افكار من كثر الباطل والحيله عم علانا الكفر وجار عم علانا الكفر وعدها مازال ما ثبت شي حدا يخوطها من فاس جدا كل يخوطها في النهار اذا طول ربي في المده ماذا تصنع من الاخبار ماذا تصنع من كذابك كل النصول للعاب الدنيا جت على عقابك غابت وتعبت الاسعار ساس الحق تصغر بان الباطل دار شرار بان الباطل بزمكيله في كل عماله وطويله تمشي للحق وتشكيله غير بركه صب الدينار يعبي لك من ظلم عديله ويقول لك هذا اللي صار يقول لك هذا المظلوم والظالم يرجع مظلوم داخل الجهنم كل عون طامعين فهذا هضايا الوقت المعدوم يتولى كان القمار يتولى كان المنقود المشلبة والبوشلبود الكتاب عصافير حيود صبيغة وقتها العقار يغلبهم كان المزلوط يعطيهم راس المسمار يعطيهم راس المسامير والفضة رجعت بزدير من الدنيا تقطع الخير الزوال يعاني الأمراض واللي عنده مال غزير يحصد في الشر الأغمار يحصد في الشر مجهولة غراتها نفسها منعولة يا واحد قدام المولى يهمل تدار الأعضاء يولي نادم على مفعولة كيف يلوط صاد النار كيف يلوط عاش فيده وما من نسات بليده كلام ربي تركوه زهيدة يا زمن نقول استغفار ولعوا بكلام الجريدة تنصح في الكذبة بقنطار تنصح في الكذاب القادي ماشي في عقل البجادي جايبها من دايم وبادي في عرساق لا يكسب شطار منه ومن جاي ومن غادي قوانين ومشبه وعشار قوانين ومشبه وكاس معاهم موجة ماشي خلاص خممنا ضاع الكمباس رفعنا غاليوم الطيار ذوبنا تذويب رصاص تردمنا في كل صوبات تردمنا تحت ثقلية لا عاد البركة لا مية حتى من السكة مربية نازل فيها الواحد شهر كيف الطول كيف المية عد الفلس من يد الطار عد الفلس من يد الضاع كيف الشارع كيف الباع هضايا الوقت الخداع والتاجر والله صمصار فلاح يكيل بالصاع يتبدل وجهه يصفار يتبدل وجهه مسكين ويناجي وعليه الدين حتى الزرع يجينا سنين يشعر يخلص من الحصار ولا قال ثم سويتين تصيد ربع حمار تصيد ربع دخان يطرح يرمي في لبان سابق في علم الشيطان بيديه لفلك ولا الدار هدية واخي زمان هدية واخير زمان يا ساقي تربط أشعار هدية واخير أوقات وماذا كثر من الصقات وانت مشي كل ركاب تخلصها وهي تخسر المدخول ثلاثة ريالات والمخروج بلا تحكار والمخروج بلا تحكير كيف منه يسقط في بير خممنا ضاع التفكير ما عدتش تدري المسار تجينا تحت الزنزير الجار ما يوعى الجار الجار ما يوعاش بيه من هم الدنيا قصير حتى الوقت على ما فيه ما ذكروا من الرميار الصنديد اللي يقولوا بيه اسمه ما عادش الكار اسمه ما عادش عراف والبرني خايف من البار عبد ما عندهش كتير ما ضا ينذل ويحقار والسفها بيمرج اشراف ولو معلم ناس حرار ولو معلم معروفين بالحيله وفعل الشيل
في الوسعة تصيب 30 اللي تعدوا كيف الذكار وفي الضيق ما تلقاش الحنين ولا تجي منهم ديار لا تلقاها وقت الضيق معاهم ما في المشهر فيه نحمد نغني التحقيق عامل في النسبة نشار وإن شاء الله من ثم بعتيه يغفر لي مولى الغفار قلبي خمن ضاع دليلة ذهبت عندي كل أفكار من كثر الباطل والحيلة عم علينا الكفر وشار.